السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقراره إنما كان يريد أن يضع حدا للمخالفات التي تجري منذ سنوات طوال. قانون 17 لسنة 2019 عندما جاء بهدف تحقيق مصالحات لم تكن القوانين السابقة قد أوجدتها، كان فقط قرار الإزالة وتنفذ، إنما هذا القانون أوجد المصالحات. لكننا قلنا أيضا ومن البداية، وكان هذا البرنامج أول برنامج يتحدث في هذه القضية، لأننا مع الشعب ومع الناس، ودايما لازم نعبر عن الشعب، وإلا الشعب ده لا يحترم أي حد فينا. لا يمكن في قضية تخص الناس إحنا مع الناس، في ممارسة حكومية غلط إحنا بنقول ده غلط وده صح. فالحقيقة إحنا حذرنا من أشياء كثيرة، وقلنا يا جماعة القضية مش في القانون ولا في تعليمات السيد الرئيس اللي كان هدفها تطبيق القانون تطبيق فعلي صحيح، لكن القضية كانت في الممارسة، في الناس اللي تحت، في الناس المرتعشة، في الناس اللي بمجرد ما السيد الرئيس طالبهم بالتحرك لتنفيذ القانون للأسف ناس كتير حركته غلط، وناس كتير نفذته غلط، وناس كتير كانت سبب في إحساس الناس بأنه ما ينفعش كده أكون أنا مقدم على التصالح، ومن حقي قانونا أن توقف قرار إزالة أو توقف أنك تحولني لمحاكمة. للأسف كانت الناس تصرخ وتقول يا جماعة أنا معي مصالحة، ومحدش يسمع الكلام ده. الناس دي والله والله اللي عملوا الغلط ده وتسببوا في الحالة اللي موجودة فيها الناس دول والله العظيم يتحكموا، لأن الأيدي المرتعشة عمرها ما تعمل الصح، والأيدي الفاسدة دايما تحاول انها تقنن الخطأ، لكن بعد حين الخطأ ده بيتكشف. ودي سمة هذا القانون، ودي سمة القرار اللي خده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان احنا لازم نطبق القانون على ارض الواقع. لما دخلنا عمليا بقى شفنا الكوارث اللي تحت، شفنا اللعب اللي تحت في المحليات بيتم ازاي، شفنا ازاي تستثني اباطرة وتمسك غلابة وتهدل لهم وتزيل بيوتهم. هو ده، الناس دي هي اللي تتحاكم، المسؤول اللي تسبب في ده هو اللي يتحاكم. وعشان كده يمكن النهاردة السيد رئيس الوزراء بعد القرارات الأخيرة اللي خدها بتعليمات من السيد الرئيس بتطبيق 20% و 25% اللي يدفع بالمرة يتعمل له تخفيض. طب أنا بقول لحضرتك يا سيادة رئيس الوزراء، في ناس كتير جدا ما عملتش ده وراحت تدفع الفلوس كاملة، وقالوا ما جناش قرار رئيس الوزراء بال 25%، فرجعوا يجروا أذيال الخيبة والإحباط نتيجة هذا الكلام. في ناس كتير يا فندم لغاية دلوقتي من المحافظين ما طبقوش قرار المتر 50 جنيه في القرى والأرياف، وأنا ضربت أمثلة في المرة اللي فاتت ببلاد عندنا في جنة، وبلاد في حلوان، وبلاد في القليوبية، وبلاد في الدهلية، وبلاد في القاهرة نفسها والجيزة نفسها. يمكن طلعت قرارات لكن احنا محتاجين تتطبق، احنا محتاجين نرجع للناس دي في كل حتة وفي كل مكان، احنا محتاجين نخفف العبء من على صانع القرار السياسي في البلد. مش كل واحد فيكم يطبق اللي يطبقه بمزاجه، لا، في قانون، واحنا دولة قانون. احنا عملنا استقرار امني، استقرار اقتصادي، بنعمل استقرار سياسي، لازم يبقى في استقرار اجتماعي. ما تجيش تهد بيتي على الفاضي والملان وانا اكون مقدم مصالحه. لذلك اي حد تهد بيته وهو مقدم مصالحه لازم يتقدم ببلاغ ضد المسؤول المحلي اللي عمل ده. احنا دوله قانون، ودوله القانون دي من 7000 سنه. اوعى حد يتصور نفسه، لا،